لمؤتمر 26 للمناخ. دعونا نرحب بأحد الفرق الموسيقية الاسكتلندية التي ستؤدي بعض الأنغام التقليدية. إذا تم الإعلان طبعا عن هذه الفقرة، فقرة تبدأ طبعا بأنغام اسكتلندية شهيرة جدا، نستمع إليها. إذا نتابع معكم هذه الأنغام الاسكتلندية قبل بداية الانطلاق الرسمي لكوب 26 في مدينة غلاسغو، بحضور عدد كبير من زعماء العالم الذين تعهدوا بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، بعضها بحلول عام 2060 كما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين. نتوجه إلى مراسلنا أشرف سعد في غلاسغو، وهو يتابع طبعا هذا المؤتمر أول بأول وهذه القمة التي ستنطلق في لحظات. أشرف، إذا نستمع إلى هذه الأنغام معك، أنغام اسكتلندية إذانا ببدء انطلاق هذه القمة المهمة. نعم فضيلة، ربما تشاهدين خلفي الازدحام الشديد في أروقة المؤتمر، أعداد هائلة من الأفراد جاءوا إلى هنا، أكثر من 25,000 شخص جاءوا للمشاركة في هذه الفعاليات التاريخية ربما، وربما يمثل هذا المؤتمر لحظة فارقة في تاريخ العالم، لأنه ربما يكون الفرصة الأخيرة كما وصفها بوريس جونسون لإنقاذ مستقبل الكوكب قبل الانهيار الكامل. وبحسب تعبير بوريس جونسون، بقيت دقيقة واحدة قبل منتصف الليل، أي دقيقة واحدة قبل أن نصل إلى شفير الانهيار وشفير الكارثة التي تتربص بالعالم. ربما الأنغام الاسكتلندية التي سمعناها فضيلة إشارة أو مغزى مهم لاستضافة اسكتلندا لهذه القمة. اسكتلندا من بين الدول أو الأمم الأكثر نجاحا في المملكة المتحدة في تحويل طاقتها إلى الطاقة البديلة، وفي اعتماد الاقتصاد الأخضر، وفي اعتماد الصناعات الخضراء. القطارات في اسكتلندا تستخدم الطاقة النظيفة، العديد من الحافلات تستخدم الطاقة النظيفة، وربما هذا أيضا موضوع سيعتمد عليه بوريس جونسون كثيرا في دعوته لزعماء العالم خلال هذه الكلمة التي سيلقيها بعد لحظات، ليدعو العالم كله إلى استبدال السيارات التي تعمل بالوقود العادي، لتحل محلها السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، في محاولة لجعل مناخ العالم أكثر نظافة وأكثر اعتمادا على الطاقة المتجددة والطاقة البديلة. بوريس جونسون اتخذ نهجا طويل المدى بالنسبة لحكومته وبالنسبة للمملكة المتحدة كلها فيما يتعلق بالطاقة البديلة، اعتبارا من عام 2035 لن يكون هناك سيارات تعمل بالوقود العادي في المملكة المتحدة كلها. هناك أيضا ربما اعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة في تدفئة المنازل، وهذه ربما لها أهمية قصوى في المملكة المتحدة باعتبار الجو البارد، كما أن الجو البارد هنا أيضا في اسكتلندا. كل هذه أمثلة سيضربها بوريس جونسون لقادة العالم قبل أن يدعوهم وفورا للانخراط في عمل جدي وفعلي لتحقيق أهداف القمة، بدلا من مجرد الوعود والتعهدات التي لا تصل إلى حقائق ولا تصل إلى فعل على الأرض. إذا نتابع دائما أشرف معك، ربما هذه البداية، ربما هو حفل قبل بدء هذا المؤتمر بشكل رسمي بعد الأنغام الاسكتلندية. نتابع هذه الفقرات من حفل افتتاح قمة المناخ في غلاسغو. تحدثت
أشرف عن الالتزامات التي أطلقها بوريس جونسون، التزامات طموحة تطرح عدة تحديات، أنه التوقف تماماً عن استعمال وسائل طاقة غير نظيفة، التوجه إلى استعمال الكهرباء. ما قدرة بريطانيا بالتحديد على تنفيذ هذه الخطط الطموحة أشرف؟ هو شرع بالفعل بوريس جونسون وسن قوانين وطرح مشاريع لتحليل الطاقة النظيفة، محل الطاقة الأحفورية، وهو مصر على أن تعهداتي بجعل الانبعاثات الغازية في المملكة المتحدة تصل إلى الصفر عام 2050 هي أمر بات ممكناً في ظل القرارات التي اتخذها. نعرف بالطبع أن بريطانيا تعتمد على طاقة الرياح في توليد الكهرباء في كنت جنوبي إنجلترا. هناك أيضا اعتماد على السيارات الكهربائية بشكل كبير. ستستخدم أيضا في مرحلة تالية أجهزة التدفئة التي تعمل بالهيدروجين وستنتشر بشكل أكبر. المشكلة تحديدا في التمويل. التكنولوجيا متوفرة ولكن التمويل واستبدال البنية التحتية هي المشكلة الرئيسية التي ربما تواجه المملكة المتحدة، ولكن بوريس جونسون وحكومته عازمون على المضي قدما في هذا الطريق وتحقيق الأهداف التي وضعوها لأنفسهم. بوريس جونسون سيعلن أيضا خلال كلمته عن أن حكومته سترفع التمويل المخصص لمكافحة التغير المناخي ب 12 مليار جنيه استرليني، والقمة ستسعى لجمع 100 مليار دولار لدعم الدول التي تعاني من آثار التغير المناخي والدول التي تتضرر أكثر من التغير المناخي، خاصة الدول النامية.